صباح جديد وحلقة جديدة ووصفات جديدة من مطبخ أسيا، ولازلنا مستمرين في الأسبوع اللي اتكلمنا عنه عن العشوة الخفيفة. النهاردة هنعمل وصفة من حاجة احنا متعودين على طول بنجيبها، واللي هي الطعمية. هنعمل طعمية، بس مش هنعمل طعمية، هنجيب الطعمية من برة وهنعمل فطيرات من الطعمية مع الطحينة وتحبيشة حلوة قوي. الوصفة دي أنا مقتبساها من الصفيحة الشامية، مش عارفة لو تعرفوا الصفيحة، بتبقى عبارة عن فطيرات حلزونية كده بتستوي في الفرن. هنعملها بمكونات بسيطة جدا، هيبقى عندنا الدقيق والسكر والملح والمية. هنعمل عجينة زي بتاعت الفطاير. ليه حطيت فيها السكر؟ لانه انا محتاجة انها تحمر شوية في الفرن، فالسكر ده او العسل هيساعدها تاخد لون. عندي هنا الدقيق، طبعا المعايير اختيارية او حسب عدد الاشخاص عندكم في البيت، لانه زي ما انتم شايفين العجينة دي ما فيهاش لا خميرة ولا بيكنج باودر ولا اي حاجة، مهم تتعجن كويس. عندي شوية ملح، وعندي تقريبا معلقة كبيرة من السكر، او ممكن تحطوا العسل كمان، بس يستحسن السكر لانه التحميرة بتاعته خفيفة. وهبتدي اعجن، اضيف المية تدريجيا. وطبعا العجينة بتاعت الفطير لازم نزود المية بالتدريج. حاجة مهمة كمان في العجينة بتاعت الفطير، انه المية لما يكون الدنيا ساقعة زي دلوقتي نعمل المية شوية سخنة زيادة، يعني ما تبقاش دافية بسيط زي ما بنعمل مع الخميرة، تبقى اللي هو يعني مثلا المية اهي ادخل ايدي بس احس بحرارة، يعني اكتر من درجة حرارة جسمي، لانه الجو ساقع، فالمية السخنة دي هتساعدني انه العجينة تمط معايا وتريح حلو قوي. وانا بنزل بالتدريج بالمية لحد ما تتعمل عندي العجينة. معرفش، بس عامة الناس كلها اجتمعت ان المعجنات او الحاجات اللي بتبقى محشية بتبقى حلوة قوي. احنا شعب او احنا امة بتعشق العيش المحشي، الفطير، الحواوشي، فقلت فكرة بقى ان انا اعمل الفطيرات دي للمناقيش، كلها افكار بتبقى حلوة قوي في الشتاء للعشوة كده. انا العجينة ابتدت تلم معايا. دايما عجينة الفطير حاجة مهمة، لازم تبقى تحسوا كده زي عجينة البيتزا، ان فيها شوية المية زيادة وبتلزق في اول طلعة دي. اول طلعة دي هي اللي بتخلي العجينة بتاعت الفطير ما تعملش عرق، لانه لو اتعمل العرق ده الفطير بيبقى صعب ان احنا نريحه بعد كده. فاحسن حاجة انه نعمل العجينة كده تبقى طرية، وبعدين نشتغل عليها، يعني بعدين نخرجها. حتى لو لقيته مثلا ان هي لو ما عندناش العجينة في البيت، الايد بتخرج من العجينة الرطوبة بتاعتها قوي. احنا اتكلمنا على الموضوع ده كتير قوي لو تفتكروا في حلقات رمضان، لانه كانت اكتر الحلقات عملنا فيها معجنات. وانا ان شاء الله يعني هعمل لكم حاجات كتير قوي، ودايما بنعيد الكلام، يعني لانه عارفة ان في ناس كتير لسه بتتابعنا من جديد، وفي ناس لسه بتتجوز، ولسه حاجات كتير يعني. وشفتوا اهو، يعني العجن هو اللي بيخلي العجينة تمشي من المرحلة ان هي فيها سوائل زيادة، تبتدي بقى تلم مع بعض، وده اللي بيخلي المعجنات او الفطاير عامه تبقى حلوه وطريه وهشه، وما تعملش القشره الكريسبي اللي بتبقى في العيش من بره اللي بتخلي الحاجه ناشفه. انا هطمن بس ان العجينه يعني ده اللي انا عايزاه، يعني هي قوامها مظبوط. انا بس هديها عجنة سريعة كده بحيث ان انا اخرج اي رطوبة زيادة، بس انا مبدئيا مبسوطة بالعجينة دي قوي. هروح جايبة بقى بولة وحاطة فيها شوية زيت نباتي، عشان خاطر عجينة الفطير لازم يدخل لها شوية مادة دهنية قبل ما تريح. هحط كمية صغيرة من الزيت بالشكل ده، واجيب العجينة بتاعتي
عجينة رائعة وناعمة وملمسها طري قوي. ده اللي انا عايزاه. اشيل الخطاف ده الاول. كده. وهحطها هنا. شفتوا انا عايزة القوام ده. ده اللي هيخلي العجينة بتاعت الفطير بتاعتي تنجح. وهخليها تريح على الاقل ساعتين. لو سبتوها اكتر من ساعتين هتبقى حلوة قوي. انا طبعا عاملة واحدة تانية ومريحاها وكل حاجة. بس اغسل ايديا. هبتدي دلوقتي بقى اتكلم على العجينة لما بتريح. العجينة بعد ما بنريحها، انا شخصيا العجينة دي مريحاها اكتر من 6 ساعات. ده بيبقى شكلها، شفتوا؟ ده اللي انا عايزاه. فدايما باخد العجينة، بس خلوني اجيب شوية زيت جنبي لانه هحتاجه. سواء صينية سواء نفس البولة اي حاجة، المهم ان العجينة بتاعت السفيحة او الفطيرات دي تتقطع على شكل كور صغيرة وتترص بالزيت بحيث ان هي تفضل لينة على طول. طبعا على حسب الصفيحة او الفطيرات انتوا عايزينها ازاي. لو عندكم فرن كبير ممكن تعملوا صفيحة كبيرة، لو عندكم صغير ممكن تعملوا الكور صغيرة وتعملوها على شكل ميني فطيرات. بس صدقوني الفطيرات دي جميلة، واحنا متعودين يعني على السندوتشات بتاعت الطعمية، فأي حاجة بتحب تحطيها في سندوتش الطعمية ممكن تحطيها في الفطيرات دي. انا شخصيا النهاردة هشتغل بمكونات بسيطة، مش حابة ان انا اخلي يعني. الميزة الحلوة في الافكار بتاعت الاسبوع دي ان احنا مش يعني مش عايزين انه نعمل حاجة مكلفة، بالعكس احنا عايزين نخلي منطلق العشوة او العشاء الخفيف اللي بيبقى بيتعمل بالموجود في البيت، عايزين نعمل نفس الموضوع ونفس المكونات بس بطريقة جديدة وبفكر جديد وبشكل جديد. اظن كده انتوا فهمتوا العجينة بيتعمل لها ايه. وهسيبها تريح 10 دقايق وهطلع فاصل وارجع معاكم بعد الفاصل نكمل الفطيرات مع بعض. انا دايما ببقى حريصة في الحلقة بتاعت المعجنات او اي حاجة فيها عجن وفطاير ان انا اعمل حاجة كلها قدام الكاميرا، عشان دي الاسئلة الكتير اللي بتجيلي على الصفحة واللي الناس بتبقى مهتمة جدا انها تشوف تفاصيلها عشان تنجح معاها. اشوفكم بعد الفاصل. رجعنا لكم بعد الفاصل. افكركم ان احنا النهاردة بنعمل فطاير او صفيحة من الطعمية. ان عملنا العجينة وريحناها زي ما انتم شايفين، قلنا ان احنا بنقسمها كور صغيرة وحنبتدي نشتغل عليها. ممكن تشتغلوا على الخشبة، ممكن نشتغل على الرخامة زي ما انتم حابين. فخلوني اشتغل زي ما بنشتغل في البيت. عندي هنا شوية زيت نباتي، دايما اتأكدوا ان المكان نظيف وكل حاجة تمام. ونبتدي ناخد الكورة الاولانية ونغطي باقي العجينة عشان ما تعمل لناش قشرة. وهبتدي افرد العجينة على شكل قرص زي ما تعودنا نعمل على طول. حاولوا ان انتوا العجينة بتاعت الفطير احسن ان احنا نفردها بالزيت من غير الزبدة، لانه دلوقتي الدنيا برد، فالزبدة اول ما بنبتدي نشتغل بيها بتلمس حاجة ساقعة فبتبتدي تجبن تاني وترجع تجمد، وده بيخلي العجينة بتاعتنا بتتقطع. لكن لما بنشتغل بالزيت العجينة بتفرد معانا طبيعي جدا، كل ما رفعناها كل ما كانت احسن وكل ما وصلنا النتيجة احلى واحلى. انا النهاردة هعمل كل حاجة قدامكم عشان تبقوا عارفين. طيب عندي هنا شوية بصل، ممكن تستخدموا البصل الاخضر كمان. عندي شوية زيتون كلماطة بقطعه صغير،
وعندي شوية طماطم. يعني بنحاول ناخد ساندويتش الطعمية العادي بس بنعمله بطريقة تانية. وعندي الطعمية ممكن اخد نص قرص مثلا، كفاية نص قرص، وفروله بالشكل ده او حتى ربع قرص لو كانت الفطاير صغيرة. اولا كده الفطاير بتبقى خفيفة وفي نفس الوقت بتبقى طعمة جدا. وهاخد بقى الفطير والفه كده واسيبه يريح على الصاج بالشكل ده. هاخد واحدة تانية وبنفس الطريقة. معلش انا ممكن في الحلقات بتاعت المعجنات في ناس بتشوف ان انا يعني خلاص انا فهمت القصة ليه بتعيديها. لا، المعجنات بالذات انا ببقى حريصة ان انا اعملهم كلهم قدام الكاميرا، لانه ده اللي بيطلب مني اكتر حاجة على الصفحة، يعني اكتر حاجة بتبقى عايزة شرح اكتر. طب يعني كل التفاصيل تقريبا بتسألها 20 مرة، وده حقكم يعني، لانه كل واحدة احسن حاجة في الحياة هي المعجنات، وكلنا بنبقى عايزين نبقى شاطرين فيهم. وانا من الناس برضو اللي طرحت اسئلة كتير عشان اعرف اسرار المعجنات. يعني لازم ناخد بالنا من العجينة، لازم ناخد بالنا من درجة حرارة المية، لازم ناخد بالنا من الحاجات اللي بتساعد على الحاجة انها تتحمر، لازم ناخد بالنا من التخمير، لازم ناخد بالنا من الحشو يبقى فيه سوائل ولا لا، ازاي نفرد ازاي ما نفردش. كل دي تفاصيل ممكن بتشوفوها انها تكرار كتير، لكن صدقوني بتبقى هي كل خطوات النجاح بتاع اي طبخة او اي نوع من انواع الفطاير والمعجنات بالخصوص. قلنا ان احنا بنفرد على سطح العمل باستخدام الزيت النباتي، لانه هو اللي هيساعدنا نرفع العجينة. دايما لما تكونوا بتعملوا المعجنات حاولوا تتعاملوا على قد كف ايدكم، يعني لو ايدك كبيرة وسعي ورحرحي العجينة كويس، لو ايدك صغيرة اعملي ميني فطيرات عشان تتحكمي فيهم كويس. طيب نعيد نفس الموضوع. ونسيت على فكرة انا مكون مهم جدا في الحشوة بس هضيفه دلوقتي، اللي من غيره الفطاير دي اصلا مبقاش ليها طعم، اللي هو صلصة الطحينة. طعمية بتبقى عايزة الطحينة بتاعتها. عندي شوية زيتون وعندي الطحين او الطعمية، بس فتفتوها صغير عشان العجينة ما تتخرمش لما نيجي نشكل، وضروري نريحها. يعني بنريحها لما نكون خلصنا اخر واحدة دي. دايما افتكروا او رتبوا الصاج بتاعكم على اساس انه لما تيجوا تخلصوا تبتدوا باول واحدة اشتغلتوا بيها. عندي هنا الطحينة، هنجيب معلقة. ده بقى اللي بيحلي الفطاير دي، المعلقة الصغيرة بتاعت الطحينة دي. ألف الفطاير كده واخدها احطها هنا اريحها. خلوني اقرب الصاج بدل رحلة الشتاء والصيف اللي احنا رايحينها دي. ونعمل فطيرة ثالثة. شفتوا العجينة لما بتريح بتبقى سهل ان احنا نشتغلها ازاي. وندي زيت ونبتدي نفرد تاني. مرة تانية كده. صدقوني لو العجينة مريحة بتبقى سهلة بطريقة مش طبيعية. وشفتوا فطيرات هتبقى منتهى الفخامة وبمكونات بسيطة، يعني اقتصادية جدا. وده الهدف. يعني الحمد لله بحاول في البرنامج انه اوصل وصفات جديدة ونوع من انواع الافكار المبتكرة، بس في نفس الوقت قليلة الميزانية وقليلة التكلفة بمعنى اصح. شوية زيتون على شوية بصل، شوية طماطم مفرومة ناعم. اهم حاجة كمان لما نكون بنعمل معجنات محشية ان احنا نفرم الحاجة ناعم جدا، عشان خاطر ده يساعدنا ان العجينه ما تتخرمش في الفرن. هي طبعا لو اتخرمت مفيش اي مشكله، بس لو فضلت مقفوله هتبقى شكلها احلى واحلى. نعمل حاجه على اصولها. تمام. ومعلقه الطحينه
نلف تاني. بالشكل ده. دلوقتي مثلا دي ريحت، لو ريحتوها اكتر بتبقى سهل جدا ان هي يعني بتبقى بتعمليها كده وبتمشي معاكي العجينة لحد ما بتطول لوحدها. درجة انا مرة كنت ريحت العجينة دي جامد بعد ما حشيتها بالشكل ده، بقيت بعمل كده وهي بتلف معايا وبتطول، لان انا ده اللي انا عايز اعمله. خلوني اشتغل في دي مع ان انا ما لسه ما ريحتهاش قوي، بس اوريكم الفكرة عاملة ازاي. يعني كل المطلوب منك دلوقتي انك تقعدي تعملي كده، وزي ما قلت لو ريحت مش هتتقطع زي ما حصل معايا كده. تخليها تلف بالشكل الحلزوني ده، وريحها تاني على ما اخلص الباقيين. ابتدي بدي بس، خلوا دول يرتاحوا شوية، خلونا نعمل واحدة محشية تاني، لان كل ما ريحناها يعني لما بنعمل فطاير على ما بنيجي نخلص الصاج بيكونوا الاولانيين ريحوا كويس قوي، فبيبقى سهل جدا ان احنا نشتغلهم. زي ما قلت لكم لما بريحها جامد اول ما بعمل كده بتلف معايا من غير ما تتقطع العجينه. دي الفطاير اللي انا عايزه اعملها النهارده. افردها على سطح بالشكل ده باستخدام الزيت. وهحط شوية بصل، ممكن كمان تحطوا البصل الاخضر لو حابين، شوية زيتون كلماطة، شوية طماطم، وشوية طعمية. كده تمام. هحط شوية الطحينة دول لأن هم سر نجاح أو طعامة الوصفة دي، وبعدين نلف كده ونريح العجينة. هاخد دلوقتي دي، وفكرة تقريبا وصلت لأنه خلاص عملنا أربعة قدام الكاميرا. هبتدي بالراحة، لو ريحناها صدقوني مش هنحتاج نعمل العملية دي، مجرد ما بناخد العمود ده في ايدينا على طول بيتفرد معانا. تمام. وهبتدي الفها على شكل حلزوني كده، ده اللي بيديها شكل الصفيحة، وهحطها هنا. اول ما ترتاح ببططها شوية وادهنها بشوية سمنة وادخلها الفرن. ده المقصود من الفطاير دي. نعيد تاني كده. طعمهم بيبقى جميل جدا مع الشاي. انا اصلا كل المعجنات اللي من الفصيلة دي بحبها قوي. وبلف بالشكل الحلزوني ده وانا ماشيه، وبعدين ارصها كده في الصاج. اخر واحده اهي. وطبعا دلوقتي مش فاضل غير بعد ما اريحهم ان انا بططهم شويه وادخلهم الفرن على درجه حراره 190 لمده تقريبا 20 دقيقه، يتحمر الفطير وشوفته بعد ما يتحمر. ده شكل صفيحة الطعمية اللي احنا حضرناها النهاردة، او فطيرات الطعمية الاقتصادية واللي قلنا انها ما بتكلفش حاجات كتير خالص في البيت. افكركم ان احنا النهاردة عملنا فطاير مع بعض، عملناهم بعجينة الفطير. العجينة دي كانت عبارة عن دقيق وسكر وشوية ملح ومية دافية
او شويه سخنه، عجناها كويس قوي لحد ما حصلنا على عجينه ناعمه جدا، ريحناها. قلنا ان الراحه دي تقعد من حوالي 3 ساعات او على الاقل ساعتين لو مستعجلين خالص، لليله لا كامله. وبعد كده عملنا حشوه عباره عن بصل مفروم، وقلنا ممكن نحط بصل اخضر كمان. عملنا شويه طماطم، شويه زيتون كلماطه مفروم، عملنا الطعميه كمان مقليه فرودناها كويس قوي، وحطينا معلقه من الطحينه عشان تحبش لنا الدنيا دي كلها، ولفينا الفطيرات على شكل صفيحة او على شكل حلزوني، ودخلناهم للفرن لمدة 20 دقيقة. وده شكلهم النهائي. يا رب تكون فكرة الحلقة النهاردة عجبتكم. الايام اللي جاية شايلة وصفات كتير وافكار كتير حلوة قوي. اشوفكم الحلقة الجاية، ولو في اي حاجة بعتوها على موقع القناة او بعتولي على صفحة مطبخ اسيا، والوصفات والمقادير بالتفاصيل وبالمكونات مظبوطة هتلاقوها على موقع القناة بتاع ست البيت.